حد من ظاهرة المضاربة والاحتكار للسلع والمواد واسعة الاستهلاك واستغلال للمعلومات المؤكدة مفادها نشاط إحدى موزعي الحليب في ولاية غليزان بطريقة غير شرعية وبطريقة غير نزيهة. على إثر ذلك تم وضع نقطة مراقبة بمحور الدوران ببن داود عبر الطريق الوطني رقم 4 حيث تم توقيف الشاحنة وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا وبالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة وقمع الغش تم العثور على متنها على 1109 كيس حليب مدعم، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى مستودع التخزين حيث تم ضبط 126 كيس لبن، 75 كيس رايب، 135 كيس رايب منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى رفع المخالفات التالية ضد المخالفين: انعدام شهادة الاعتماد الصحي، عدم احترام شروط التبريد، عدم احترام شروط النظافة، عدم امتلاك كشوف التحاليل المخبرية. القيمة المالية لمحجوزات قدرت ب 81700 دينار جزائري. على إثر ذلك تم فتح ملف قضائي ضد المعني مع حجز البضاعة وإتلافها وتحرير محضر إتلاف. يبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوي المسبقة PPGN MBNDZ في خدمة المواطن 24 ساعة على 24 ساعة.